في الايام الجايه الكويتيين راح يكونون في الدواوين، والديوانيه الكويتيه هي تعكس المجتمع الكويتي. انت يمكن دكتور من خلال زياراتك للدواوين الكثيره على مدى سنوات في شهر رمضان وغيره، نبيك تعرف لنا الديوانيه الكويتيه. الديوانيه الكويتيه اللي فيها كل اطياف المجتمع، الكل موجود في هالديوانيه، نبي نتكلم عن هالديوانيه هذه اللي في الايام الجايه راح نشوفها. طبعا اجواء رمضانيه بالكويت مميزه حقيقه، يعني مو بس احنا نشعرها، حتى الناس اللي برا يقولون اجواء شهر رمضان بالكويت مميزه. ومن المعروف ان حتى السفر في شهر رمضان يقل جدا. صحيح. ولذلك يمكن بعض شركات الطيران تشوف مثلا الاسعار نازله جدا في هذا الوقت، ما حد يسافر، واللي مسافر يحرص على انه هو يكون قبل شهر رمضان يكون موجود. صحيح. فأجواء شهر رمضان بالإضافة إلى أن الجو العائلي المميز، الأكلات المميزة، النقصات بين الجيران، شوف المغرب مثلا هالصحون هالصواني. دكتور أشوى أن احنا بالليل مو بالنهار، كان يوعتنا. شوف مثلا هذه الميزة أن كل جار يتنقص حق جاره، وهذه يعني قضية قديمة ولكن الحمد لله لا زالت موجودة. شوف من بعدها غريبة بالمطبخ يا دكتور. وشوف بعدين انه هو يعني هناك مثلا في خاصة في الأيام الثلاثة الأولى مثلا الكويتيين يحرصون على انهم يباركون للقيادة السياسية، وبهذه المناسبة نبارك لصاحب سمو أمير البلاد حفظه الله وولي عهده الأمين، ولي الشعب الكويتي وللحكومة هذه الأجواء. فتشوف الناس تروح تبارك، وبعدين تروح الدواوين، وقبل الدواوين زيارة الرحم، وهذه مهمة جدا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها في هذه الخطبة. وبهالمناسبة يعني أنا أدعو الحقيقة المشاهدين، وخاصة وإحنا في أول يوم، إنهم يلقون نظر على هذه الخطبة. وأعتقد النت ممكن يدخلون عليه، يكتب خطبة آخر جمعة من شعبان للنبي، ويشوف الخطبة ما شاء الله برنامج متكامل. ومن ضمنه زيارة الرحم، زيارة الأهل.